وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي يشرف رسمياً على الانطلاق الرسمي لتسديد فاتورة المياه عبر الإنترنت، والتي تدخل ضمن سياسة الحكومة لرقمنة الاقتصاد. والي قال أن عملية الدفع الإلكتروني هذه سيستفيد منها ما بين 20 إلى 30 مليون جزائري، مبيناً أن الهدف منها هو عصرنة قطاع الموارد المائية وترشيد إدارته، إضافة إلى إنشاء مؤسسات ذات نجاعة لتسهيل تعاملات المواطن وتقريبه من الإدارة. قلت متواجد اليوم حتى ندشن معكم ماذا وصلت إليه الجزيرة للمياه من تطبيق إن شاء الله هذا الرقمنة وكذلك هذا الدفع الإلكتروني في 44 ولاية. عملية الدفع هاته تتم عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الجزائرية للمياه وتسجيل رقم الفاتورة السري. ونأكد هنا أن الناس اللي يستعملوا البطاقات البنكية في الدفع لفواتير المياه ما تكونش هناك ديفري سبليمونتير إنو باي كو لو مونطون دو لا فاكتور. لا، احنا نقدم كل الضمانات للزبائن نتاعنا اللي يختاروا الدفع عن طريق هذه الخدمه بالانترنت، كل الضمانات الامنيه ولا سيكوريزاسيون تاع لا ترانزاكسيون تاعهم يتاسوري. من جهته اكد مدير بنك الفلاحه والتنميه الريفيه ان كل مشتركي البنوك الجزائريه بامكانهم الاستفاده من هذا الدفع الالكتروني، مشيرا الى الاقبال الكبير للجزائريين على طلبات التسجيل. ذكر ان هذه العمليه تمكن جميع حاملي البطاقات البنكيه اي كان البنك نتاعو انه يقدر يدفع من الان فصاعدا لفاكتوره الدون تاوعو عن طريق الانترنت، عن طريق السيت ويب نتاعو. فيه امر ايضا اخر ننبه ليه، انه رانا نعملوا بالتوازي وبالتعاون مع الجزائريه مع شركه بريد الجزائر باش يقدروا لي زابوني نتاع بريد الجزائر ايضا يقدروا مستقبلا يستعملوا البطاقه نتاعهم باش يخلصوا عن طريق الانترنت. وجاءت هذه الخدمه استكمالا للخدمات التي اطلقتها مختلف مؤسسات الدوله مؤخرا، والتي تهدف الى مواكبه التطور التكنولوجي الرقمي في العالم.